أنا نجم نجمة مصر مصري طوله، لولع ما فيهاش تعالى أول اول بطوله، بطولة، لو نفسك نفسك تاخد تاخد صوره صورة تعالى تعالى انا أنا مش مش مغروره. مغرورة. تجرى علينا من ايدينا، تنده الاحلام عينينا، تخلي طرح قلبي فاتح. صحيح بعد كده مش مشكلة. يلا حبيبك اللي اسمه خلاص، حبيبك اتغير وباص. لا مش دي، ومصلحة ولا بالمفرقة. قلبي لما شافها، ولا كان مروح بس حلف ليها يرجع. استنى، ولا قلبي لما شافها، ولا كان مروح بس حلف ليها يرجع. راح ولقاها ماشية تدلع، قال لها هاتي رقمك لو ينفع. اتحتي رحت مبين ابتسامة. يلا حبيبي بالبنت العريض، غالي وهرم من الوريد، حالتي تتشخر جنون، بيقولون انا بيك مريض. اتاري كل ما احب فيك، بات ملاك وبقيت مزاج، هات لي حقه تفيف ايديك، ما انت في الواك العلاج. على ايه تطبطبه ولا ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا، ما انت زي واحد جديد. لقيت الطبطبه ولو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا، ما انت زي واحد جديد. يلا افتح على ما لما حضرتك تخلصي السيناريو اللي انتي عاملاه ده ماشي ماشي ماشي، خلصتي استني ولا لسه؟ براحتي، صبر براحتك. براحتي براحتي، استني يا امي بقى. ماشي، كنت هقول ايه؟ حبيبك اللي اسمه خلاص، قلناها. ما قلتهاش لحد اخرها. اتفضلي. حبيبك اللي اسمه خلاص، حبيبك اتغير وباص، حبيبك اتغير وباص. فينك يا حبيبي واديني ايدي دلوقتي لما وقعت في شدة؟ مات ولا واقع في شدة؟ ايه اللي حصل له؟ لا هو عادي. احنا هنبدأ البرنامج بص امتى؟ بقى الطقم هنبدأ بتاعي البرنامج انا، امتى؟ انا ممكن اوريهم طقمي، اتفضلي. ممكن توري اقف مين؟ على واحنا لسه ما الترابيزه دخلوش دي، على الهوا. ممكن اقف على لا الترابيزه دي. الترابيزة دي بنحط عليها اتاري. البرنامج هيبدأ امتى؟ بس ايه؟ احنا على الهوا؟ طب يا جماعة ده كلام يا جماعة؟ يا جماعة اقعدي اقعدي يا اختي. لا وهي رحيك عارفة اللي احنا على الهوا؟ ايوه احنا على الهوا؟ يا نهارك ابيض يا رحيم، ايه بقى اللي انت عملتيه ده بقى؟ امال ازاي جابونا؟ امال ازاي الاعلان خلص وجابونا؟ ما انا فاكرك ان انت لسه بيحضروا. لسه بيحضروا زي هما جابونا اصلا. يعني ايه جابون؟ يعني جابونا ايه؟ ايه جابو؟ ايه جابونا دي؟ وايه حبيبي اتغير وباظ؟ ايه اللي باظ فيه؟ ايه اللي باظ؟ حبيبك اللي اسمه ايه خلاص، اللي باظ؟ حبيبك اتغير وباص، حبيبك وباظ؟ اتغير وباص. احنا في بنقول نت يا لكل حبيبي، الحبايب تاخد بالها اليومين دول عشان الحبايب بتبوظ بسرعة، وتيك كير، وبرضو عشان نبقى فاهمين احنا وبنديه بالقلم. بندي للقلم واحنا بنبقى ماشيين بالعربية على ايه؟ لا على فكرة ما قلتش حاجة، ايوه ما انت بتقولي و انا ما قلتش، طيب ما قلتش ما قلتش ما قلتش على فكرة، طيب طب ما انا قلتش. طيب اوكي اتفضلي اقعدي بقى. طيب انا شفتك كده واحنا جايين كنتي بتقلدي ممثلة. ممثلة اسمعني لي شيهان، بقلب خالتي صباح بتاعت خالة شرهان. أمك مين يا روح؟ أمك أمك بقت زنقة. ان شاء الله البرنامج هيتقفل امتى؟ عشان نحبس رحيق باللي هي بتعمله ده. أمك مين يا روح؟ أمك أمك بقت زنقة. عادي يا زنقة، خلاص عادي. طب أهو الله العيد تاني. خلاص أمك مين يا رحمك؟ أمك خلاص. بقت زنقة. انت لقيتي نفسك ولا ايه؟ طيب كنت انتوا بتقولي كان في مشهد وانتوا قاعدين على الفتكاريا دي ولا اسمها ايه؟ كتفري الكتفاريا. ايه بقى المشهد اللي كان على الكتفاريا ده؟ لو سمحت
نيلي هي اللي بتمتى. بس في كروكس يعني منديل. خدي مفيش يخت. يلا بقى توكلي على الله. أعوذ بالله. لا إله. أنت عندك كام سنة؟ 50 سنة. أنا قلت كده، أصل الحاجات دي ما تطلعش من طفلة 7 8 سنين، يعني هي دي 50 كده، 55. أنا عندي 7 سنين. 7 سنين مش 50. بس حلو قوي الطقم اللي انت جايبه ده، انا حاطه رجل على رجل في وشك. حط رجل على رجل فوق، ايه الاهانه دي على الهوا دي؟ عادي ممكن احط رجل في رجل برضه، بس الكرش بس هو اللي مانع. طيب مين اللي ملبسك الحاجات الجميله دي؟ امك يعني اللي جابت الابره والخيط. مين اللي مين صاحب التصميم يعني؟ استاذه. ايوه اسمها يا ماما. اسمها ايه؟ حلاوه رضوى. مدام رضوى حبيبتي. ازيائي. خلاص تعالي يا ازيائي. 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 تعالي يا ازيائي، اتفضلي يا ازيائي. اتكلم مع نفسك. ماشي اتفضلي. يعني دي هنا. طيب انا عايز اقول النهارده ان شاء الله بفضل الله، بعيدا عن اللي عملته رحيق، وبعيدا عن ايه يا بنتي في ايه؟ مالك؟ قلت ما اقطع. طيب يعني هتكلم ولا ما تتكلم؟ لو هتقطعيني تاني مش هتكلم. ماشي هتكلم؟ يتيم والله العظيم يتيم. معانا ميس نهاية بتاعة الراس، ومعانا ريم. ريم ريم ريم. هي ريم دي مش موجودة في القعدة ولا ايه؟ لا انا هقعد، انا هقعد هنا عشان ما تضربنيش. اهدي هقعد هنا عشان ما تضربنيش. اهدي اهدى اهدى بس، صل على النبي. وهنتكلم النهارده، اذا اتكلمنا اصلا. انت نايمه ولا يعني؟ عايز اقول حاجه بقى حصلت النهارده وبتحصل كل مره بنيجي فيها مدينه الانتاج الاعلامي. لا عشان لا اخلص لا من البنت دي نهائي. لا ما طب ما نعدي الحلقه على خير. انا ما اقولك حاجه، انا بشيل البتاع. ما انت في مايك هيسمعوك يا هبله. طب ما طب انا عاوز اشيله، انا ايه فيهم؟ لا قولي في ودني، بس قولي بصوت واطي. ماشي ماشي. طيب عشان خاطري يعني ما اقولش حوار الدهري خالص. حاضر اتفقنا. اتفضلي. هي انا نجمه مصر الاولى، مركز اول وبطوله. لو نفسك تاخد صوره تعال، انا مش مغروره. ونطلع فاصل ولا ايه؟ لا ما نطلع فاصل. استنى بس قبل الفاصل قولي. ممكن اوريكوا حاجة يا جماعة؟ لا اله الا الله يا قمرير. طب انت طلعتي بره الكادر. ايوه ها تمام. بص الحركة دي، الله اكبر. ده انا اتمزقت لك يا بنتي والله العظيم.